الحوار. نعم. وكانت فبركات وخلط للأوراق بصورة عجيبة ونادرة. لا نستغرب مثل هكذا طروحات، بل على العكس تماما، تعودنا كثيرا على هذه المغالطات ومن يروجها، ونعرف تماما أن الانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون من أبناء الحشد ومقاتلين من الأجهزة الأمنية الباقية قد خلقت من الحنق السياسي الكثير لدى جهات القرار في دول العالم مثل أمريكا وربيبتها الكيان الغاصب. أعتقد اليوم أبناء الحشد بزهوهم ويعني ذروة اعتزازهم وبالاستعراض الأخير، لا كان لابد لكل هذا من أن يستفز الجانب الآخر ويجعله يتهور ويترعن تماما ويؤتي بجريمته التي أتى بها. نعتقد أن الجانب الأمريكي يقدر كثيرا ويفهم الفرق بين الجهات المقاومة، فصائل المقاومة التي قصفت على الجانب السوري، وأبناء الحشد الشعبي الذين قصفوا داخل الجغرافيا الأقليمية للعراق، وهم مؤشر لديهم في قيادة العمليات المشتركة، صور جوية لكل المواقع، ويعني إحداثيات دقيقة جدا للربايا الثلاثة التي قصفتها طائرات الأف 16، وهي لا تتعدى كونها ربايا يعني تسهر على أمن الحدود العراقية ولا تحتمل يعني وجود ثكنات أو مخازن أسلحة أو للاستفسار بالمعلومة. نعم. أنت تقول السيد الضيف كان يعني الذين دخلوا إلى الأراضي السورية هي فصائل المقاومة، فصائل المقاومة عراقية؟ فصائل المقاومة الإسلامية كانت تعمل أصلا قبل وجود هيئة الحشد وقبل الفتوى المباركة لسماحة السيد الإمام السيستاني. الأمريكان يعرفون جيدا أنهم بدأوا مع بدأ التحدي في سوريا في سنة 2011، الفتوى تأخرت عن ذلك الوقت كثيرا وتأسيس الحشد تأخر كثيرا. الفصائل المقاومة الإسلامية في سوريا نعم فيها من العراقيين وفيها من اللبنانيين وفيها من الباكستانيين وفيها من اليمنيين وفيها من البحارنة وفيها يعني كيانات يعني مختلطة، جنسيات متعددة، لهم أيديولوجيا، يتمتعون بأيديولوجيا عالية ويتصرفون وفق فهمهم للأحداث. لكن اليوم عندما تخلط الأوراق بهذه الشكل وترسل طائرتين، طائرة تقصف الشريط الحدودي من الجانب السوري وأخرى تقصف داخل الحد العراقي وداخل العمق العراقي أصلا بعمق 13 كيلومتر، هنا تأتي يعني مسألة خلط الأوراق، مسألة واضحة يعني لا يحتاج إلا حتى نجيب يعني إنسان فاهم بهذه الأمور. العراقيون فهموا اللعبة وفهموها كثيرا ووصلت الرسالة تماما، هو لا يعدو أكثر من حنق سياسي نتيجة للاستعراض الأخير ونتيجة لقرب الحشد أكثر من المؤسسة الرسمية على أثر حضور دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وإشرافه المباشر على استعراضهم وتعزيز قانونيتهم ودستوريتهم. طيب بهذا الحضور لاحظت حضرتك أستاذ نجم. نعم سيد أبو ميثاق. نعم. الآن أنتم الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية وتقولون نأخذ أوامرنا من القيادة العامة للقوات المسلحة، هكذا هو الذي مكتوب وهكذا الذي يقول به، إذن اتركوا للدولة المجال على أنها هي التي تحدد الخيارات الدبلوماسية أو الحوار أو أن تتخذ قرارا بخدمة الجميع. يعني توالت التصريحات، فلان فصيل سنرد بقوة تماماً. فصيل آخر سيقول سنستخدم الطائرات المسيرة، آخر يقول سنحرق الدنيا. لماذا لا ندع الحكومة والقيادة هي التي تعمل ونضبط إيقاع هذه التصريحات؟ نعم. أبداً لا تزاحم على القرار في بغداد، هاي أمور مغالطات أستاذ نجم أرجوك. نعم. القرار يعني تكاد تكون تحتكره
قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة، ولا دخل لآخرين بالقرار الأمني والاستخباري والعسكري. كذلك وزارة الخارجية هي ضالعة بكل القرارات باتجاه دول العالم. من قال لك وللسادة المشاهدين الكرام بأن أحدا من غير هذه الجهات سوف يتصدى لأمر من هذا القبيل؟ التصريحات اليوم اللي تطلع تصريحات مبهمة تماما، ويعني تبعيتها غير معروفة أبدا. نسأل القوات الأمريكية أصلا من الذي يضرب سفارتكم، ومن الذي يتعدى على الهيئات الدبلوماسية؟ أولا يعني وفق المكنة الكبيرة والاستعدادات الهائلة التي لديكم، أعلمونا أنتم اليوم إحنا ناس عميان، يعني بدائيين متصحرين، قل ما شئت، بعد جايين من خلف التاريخ يعني، لكن أنتم هاي المكنة الكبيرة من الجهد الاستخباري، وهاي السفارة اللي هي أكبر سفارة بالعالم، وكل هذه وهاي الناس اللي تجيب لكم وتودي لكم وتجيب لكم أخبار، أعلمونا أنتم أولا إذا كان عندكم يقين بأن الآخرين يضربوكم، افصحوا عن أسمائهم وعن مكوناتهم وعن عناوينهم. نحن ندفع بالضد من هذا الاتجاه تمام.